So we're in the like. تاريخ عريق ومظاهر حضارية مميزة هي العاصمة الروسية موسكو، مركز للثقافة، المعمار والتاريخ. إذا تحدثنا عن التاريخ نختصر ذلك بجولة واحدة بمتحف النصر. هو تجسيد حي لتاريخ روسيا العسكري، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية ومعارك أخرى. من مجسم لآخر ومن قاعة لأخرى ستشعر وكأنك تعيش هذه اللحظات التاريخية. كهذا الاجتماع بين شخصيات بارزة وعملاقة من الاتحاد السوفيتي، وهذه الممرضة التي تروي ظروف عملهن بوسائل شبه منعدمة بهذه الملامح المعبرة بشكل لا يمكن أن تصفه الكلمات. ومن تسعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا وبهذا المكان، أين نقف؟ إنه الكرملين، مركز الأحداث التاريخية والسياسية، دون أن ننسى الساحة الحمراء، مهد انطلاق المدينة وتراث ثقافي يجذب كل السياح. توافق بين الكلاسيكي والعصري، تزاوج بين التاريخ والحداثة، هدوء وأمان في كل مكان، كل هذا نجده في موسكو. زهرة الأحلام شوربية من موسكو الروسية لتلفزيون النهار.